حسين على دعوته الجميلة لنا في هذا المؤتمر، وعلى تصميمه على اختياري يعني رئيس شرف المؤتمر للعام الخامس. شكرا يا دكتور أسامة. وإحنا نتكلم في الوسط هنا كده يا دكتور أسامة، سيبنا بقى من البوديوم، خلينا هنا في الوسط كده حلوين. ولا انتوا عايزين هنا؟ طيب انتوا اشتغلوا هنا وانا هشتغل هنا، مفيش مشكلة. لا ما احنا معانا البوينتر. هو الحقيقة أنا هقول كلمتين صغيرين جدا. هو احنا دلوقتي هنتكلم عن الفاكسينيشن الحقيقة، والفاكسينيشن ابتدت بعدد بسيط جدا من الفاكسينز، وانتهت حاليا بعدد مهول من الفاكسينز، حتى في حقن فيها 6 فاكسينات مع بعضين. فدي بقت حاجة حلوة. طيب قضي على حاجات في أمراض العالم؟ يس، سمول بوكس قضي عليه. أنا متأكد إن كل اللي قاعدين هنا ما شافوش سمول بوكس أبدا، ولا أنا شفته، وأنا أكبر واحد فيكم هنا، فأكبر واحد فيكم سنا بس. فما فيش حد فيكم شاف السمول بوكس أبدا. سمعنا عنه لكن شفتوا شيكن بوكس كتير. البوليو يعني في اغلب اماكن العالم قضي عليه، ما فيش غير في بؤر صغيره زي الباكستان، افغانستان، حتت صغيره في الهند، هذا الكلام هو يمكن يكون موجود. انا عايز بس اقول انه كل واحد فاهم انه بره مثلا في اجزخانه او حاجه انه بيطعم. لا، التطعيم ده is a fine art، فن فعلا، زي ما حضرتك قلت كده، مزيكا، مزيكا بجد، مزيكا. وانا هقول لكم ليه مزيكا. بره في امريكا ما حدش يقدر يطعم طفل حتى في اي مكان الا ما يتسال كل الاسئله دي. انا طلعت جبت بتاع من الاوضه عندي عشان اوريها لكم. 12 نقطة لازم يتسأل فيها، وكونسنت برضو من عدد مهول من الكلمات، من وسطيها مثلا هل الطفل ده بيعاني من حساسية مثلا، هل الطفل ده عيان، هل الطفل حاجات كتيرة جدا جدا أنا مش هقدر أضيع وقتي فيها وأقولها. فاين أرت ليه؟ أنا عايز أقول حتة صغيرة دكتور أسامة معلش عشان بس الناس تعرف. أنا هقول حد يعرف يطعم بالميزز مظبوط؟ انا كنت بدي محاضره في موريشيوس، والدكتورات الفرنسيات اكتشفوا انه الكلام اللي بيعملوه عندهم تهريج. طعم الحصبه هو اصعب الطعوم في طريقه اعطائها واستخدامها. طعم الحصبه very fragile، بمعنى انه لو عندنا هنا في مصر في اسوان الدايلاند محطوط بره وصل درجه حرارته 45 درجه مئويه، وحطيته على حليت الحصبه باظ قبل ما يتعطر العيان. يا دكتور عندكم فكره؟ طبعا عندكم فكسيره الكلام ده بتقولوه. الطعم ده الدكتور في الشتاء يعمله بايده كده فيدفيه، فاكر انه بيدفيه، لو هو طالع من التلاجة يبوظه. الطعم ده لو رجه السيرفس تنشن بتاعه باظ، في حاجات كتير ما الناس ما تعرفهاش، باظ الطعم. الطعم ده ما فيهوش بريزرفاتيف، الطعم الوحيد اللي ما فيهوش بريزرفاتيف، وبالتالي الطفل اللي يجي تاني يوم يعمل ان هو يبقى سخن، لا، الطفل ما سخنش من طعم الحصبه قبل اليوم الخامس لليوم ال11. دي حاجات صغيره. الطعوم طبعا احنا عارفينها، انه في طعوم تمنع ايه؟ تمنع الكانسر، زي الهيباتيتس بي وزي الهيومن بابيلوما فيروس. اتفضلوا يا دكاتره اشتغلوا. شكرا.
شكرا على المقدمة أستاذ الدكتور عمرو بيه. طبعا يعني عالم نادر في مجال التطعيمات، وما أعتقدش أنه يعني قلما يجود الزمان بمثله، وهو حقيقة قدر أنه هو يطلعني من النيوناتولوجي مسافة بعيدة قوي ودخلني في التطعيمات، وهي طبعا مجال شيق جدا. النهاردة بشرفني طبعا مع أستاذ الدكتور عمرو بيه الدكتورة أمل شحاتة اكسبرت في الفاكسينيشن، طبعا ميديكال دايركتور فاكسيرا، واحنا هنتكلم النهارده على الفاكسينيشن مع اللاكتيتنج ماذرز والبريجنسي كمان، وذ تو اكسبشنز ايذر انكتيفيتد نور ليف فيروس فاكسينز ادمنستر تو لاكتيتنج وومن افكت سيفتي اوف بريست فيدنج فور وومن اور ذير انفانتس اور ذو ليف فيروس ان فاكسينز كان ريبليكيت ان ذا ماذر. ذا ماجوريتي اوف ليف فاكسينز can replicate in the mother. The majority of live viruses in vaccines have been demonstrated not to be excreted in human milk. Varicella vaccine viruses have not been found in human milk. As regarding rubella vaccine virus, it has been excreted from human milk. ده على عكس الفاريسيلا. الفاريسيلا مش موجود في human milk، لكن الروبيلا is found in the human milk. And مع ذلك يعني in fact لو infection occurs it will be tolerated because the virus is attenuated. Measles, mumps, rubella and varicella containing vaccines are contraindicated during pregnancy. No cases of congenital rubella or varicella syndrome or abnormalities attributable to fetal infection have been observed among infants born to susceptible mothers who by mistake received the rubella or varicella vaccines during pregnancy. Because of the importance of protecting women of childbearing age against rubella and varicella, reasonable practices in any vaccination program include asking women if they are pregnant or might become pregnant in the next 4 weeks. That goes to Dr. Amri Bibi Kallim on a questionnaire اللي ممكن نسأل فيه الناس قبل vaccination. Not vaccinating women who state that they are or plan to become pregnant within that interval. MMR varicella or MMR V, لأن برا في عندهم MMR مع الفاريسيلا vaccine, were administered to women who is pregnant and counseling women who are vaccinated not to become pregnant during the 4 weeks after MMR varicella or MMR V vaccination. Routine pregnancy testing of women of childbearing age before administering live virus vaccine is not recommended. طب لو pregnant woman بقى by mistake اخذت الروبيلا او اخذت ال MMR vaccine، يمكن ده كمان question بيجينا كتير والمذرز تساله، طب انا حامل او بالغلط انا اخذت ال MMR. الحقيقه الموضوع ده مهم جدا، وناكد على المعلومه دي ان الفاكسينيشن لو اتاخد باي ميستيك ديوريك بريجنسي ده مش انديكيشن فور ترمينيشن اوف بريجنسي، ات از نوت ان انديكيشن. يس احنا بنقول ريكومند ان احنا تو سيبريت التطعيم بينه وبين البريجنسي ات ليست 4 ويكس، بس اف ات هابند ات از نوت ا كوز فور ترمينيشن. Women without evidence of immunity to rubella and varicella should be vaccinated immediately after delivery. A second dose of varicella vaccine should be administered 4 to 8 weeks later. طبعا المعلومة المعروفة ان any live vaccine اذا كان هو viral or bacterial it is contraindicated during pregnancy. وعشان كده بنقول ان any woman should be separated 4 weeks before conception. Benefits of vaccinating pregnant women usually outweighs potential risk when the likelihood of disease exposure is high, when infection would pose a risk to the mother or fetus, and when the vaccine is unlikely to cause harm. ودي من ال WHO ان هو لو في ريسك عالي على الام من الانفكشن ممكن اندي من الفاكسينز اللي احنا بنقول يعني كونترا انديكيتد او ما تتاخدش، لكن ممكن لو ريسك عالي ممكن تتاخد. Guiding principles of development of ACIP, recommendation for vaccination, the community اللي هي تابعة للCDC during pregnancy and breastfeeding. Women who are women who are pregnant should receive a dose of DTA, A اللي هي acute pertussis during pregnancy for prevention of infant pertussis, whether she is or not have received previously the TDAP.
Vaccination of the mother generates antibodies that pass transplantally to the fetus. لأن البرتاسس عندنا وإحنا عندنا اليومين دول في برتاسس كتير ومالوش بروتكشن ومش عارفين يعملوا فاكسين طبعا لأن الإميونيتي في الأريا دي أريا مبهمة شوية إنه مش عارفين يعملوا فاكسين للبرتاسس لأن هنا الإميون ريسبونس عنده عالي لدرجة إنه هو مش عارفين يعملوا غير البي سي جي بس هو الوحيد اللي بيشتغل على البكتيريا بدري. أذروايز مش عارفين يعملوا له حاجة فالوسيلة الوحيدة إن يخش التطعيم ده للمزرز علشان يحمي البرتاسس في الأطفال. Vaccination in third trimester optimizes the duration of this antibody protection until after birth. احنا بنأكد قوي على أهمية الفاكسين في third trimester. Flu vaccine pregnant and postpartum women are at higher risk for severe illness and complication from influenza than women who are not pregnant. Pregnant women have protective levels of anti-influenza antibodies after vaccination. Passive transfer of anti-influenza antibodies that might provide protection from vaccinated women to neonates have been reported. دي أهم جزء في الفلو فاكسين الكل بيسأل عليه لو واحدة حامل to give it the vaccine or not it is safe to be given at any trimester of pregnancy. IPV inactivated poliomyelitis vaccine. Can be administered to pregnant women who are at risk of exposure to wild-type polioviruses. This includes travelers, الناس اللي مسافرين لأريز اللي فيها البوليوفيروس endemic or epidemic. Or laboratory workers, طبعاً who can handle specimens that might contain poliovirus. وزي حالتنا الـ healthcare workers who have close contact with patients who might be excreting wild poliovirus. And vaccinated persons whose children will be receiving oral polio virus vaccine. Other vaccines that may be given to pregnant women or breastfeeding women, like hepatitis A, pneumococcal, both types, the polysaccharide and the conjugate. Meningococcal conjugate. Meningococcal polysaccharide. Should be considered for women at increased risk of those infections. اللي التطعيمات اللي اتكلمنا عنهم كلها النهارده. دي ماب كده انترناشونال ماب بتعرفنا احنا في ويتش اريا احنا بنقسمها ل 3 زونز الهاي لو مور ذان اور ريتشنج 8 اللي هي مصر في الانترميديت بتوين 2 اند 7 هيباتيتس بي فاكسين. A woman found to be hepatitis B surface antigen positive should be followed up carefully to ensure that the infant receiving hepatitis B immunoglobulin and begins the hepatitis B vaccine series no later than 12 hours after birth and that the infant completes the recommended hepatitis B vaccine series on a schedule. No known risk exists for the fetus from passive immunization of pregnant women with immunoglobulin preparations. يعني الأم اللي خدت immunoglobulin أثناء الحمل ده مش هيسبب أي risk للبيبي. Hepatitis B vaccination for newborns cannot wait. Neonatal hepatitis B virus infection is usually acquired during delivery. It's usually asymptomatic but can cause chronic subclinical disease in later childhood or adulthood. Symptomatic infection causes jaundice, lethargy, failure to thrive, abdominal distension, and clay colored stool. Diagnosis is serology. Postpartum transmission occurs rarely through exposure to infections, infectious maternal blood, saliva, stool, urine, or breast milk. Up to 90% of infants infected prenatally will develop chronic infection, and prenatally acquired hepatitis B virus infection may be an important viral reservoir in certain communities. ودي أهمية إن إحنا يمكن هنا في مصر نشكر ربنا بنتعامل أطفال zero dose عشان to cut this vicious circle. Without post-exposure immunoprophylaxis, approximately 40% of infants born to hepatitis B virus-infected mothers in the States will develop chronic hepatitis B viral infection. Approximately one-fourth of whom will eventually die from chronic liver disease. Limited data indicates that breastfeeding can enhance the response to certain vaccine antigens.
There are no data to suggest that passive transfer of antibodies in human milk can affect the efficacy of live versus vaccine. Breastfed infants should be vaccinated according to the recommended schedule. Human papillomavirus vaccine. In spite of the lack of evidence of risk, human papillomavirus vaccine and inactivated vaccine is not recommended during pregnancy. No evidence exists of the risk to the fetus from vaccinating pregnant women with inactivated virus or bacterial vaccines or toxoid. طبعا human papillomavirus يمكن دكتور عمرو ذكره ده من الحاجات الانتي كانسر فاكسين طبعا دي حاجة مهمة جدا ويشد ان احنا يعني نتكلم عنها مع كل our patients. الحقيقة لو هنبص على الجدول ده الجدول ظريف جدا جدا اللي هو الفاكسينز الريكومندد هل تتعطى بيفور بريجنانسي او ديورينج بريجنانسي او افتر بريجنانسي فور انستانس هيباتيتس اي اف انديكيتد ديورينج بريجنانسي as well as hepatitis B, we can give it. While human papilloma virus, it is given either before or after pregnancy between the age of 9 and 26. Some other companies make it later on. Influenza inactivated, one dose as Dr. Amal told you, could be given at any period during pregnancy, no harm whatsoever, while the live attenuated influenza vaccine should be avoided before conception 4 weeks and avoid conception for 4 weeks and it's contraindicated during pregnancy. Measles, mumps and rubella also should be not given 4 weeks before pregnancy and is totally contraindicated during pregnancy and there is many countries that give rubella vaccine after delivery immediately in the room delivery room so give postpartum if susceptible to rubella this is very important meningococcal if indicated, pneumococcal, if indicated, DPT, if never given previously, while during pregnancy, each pregnancy between 27 and 36 weeks should be given if never given previously. While varicella, avoid 4 weeks before conception, and it's totally contraindicated during pregnancy and could be given like rubella after delivery. Next, please. COVID-19 vaccine in pregnancy and breastfeeding. Evidence about the safety and effectiveness of COVID-19 vaccination during pregnancy, although limited, have been growing. These data suggest that benefits of receiving a COVID-19 vaccine outweighs any known or potential risk of vaccination during pregnancy. Another publication from WHO. No safety concerns were found in animal studies. Studies in animals receiving Moderna, Pfizer, BioNTech, or Johnson & Johnson COVID-19 before or during pregnancy found no safety concerns in pregnant animals or their babies. COVID-19 vaccines do not cause infection, including pregnant people or their babies. None of the COVID-19 vaccines contain live virus that causes COVID-19. Pregnant women with symptomatic COVID-19 have 70% increased risk of death. And only till now, 31 of pregnant women have been vaccinated against COVID-19. Urgently. If you are pregnant, recently pregnant, or plan to get pregnant, get vaccinated against COVID-19 as soon as possible. Getting a COVID-19 vaccine can protect you from severe illness from the COVID-19, and a healthy parent is important for a healthy baby.
Argentine. Pregnant people with COVID-19 are more likely to be admitted to ICU, to be put on ventilator or die from COVID-19 compared to the non-pregnant people. Pregnant women with COVID-19 are also more likely to experience preterm birth compared to pregnant women without COVID-19. The benefit of vaccination for both pregnant people and their babies outweighs any known or potential risks. COVID-19 in pregnancy has also been with an increased risk of preterm birth and units requiring NICU. Pregnant women who are aged 35 years and older or who have high body mass index or an existing comorbidity such as diabetes or hypertension have a particular risk of serious outcomes from COVID-19. The available data on Sinopharm or Sinovac corona vaccine in pregnant women are insufficient to assess vaccine efficacy or vaccine-associated risk in pregnancy. However, developmental and reproductive toxicology studies, DART, in animals have not shown any harmful effects in pregnancy. In addition, the vaccine is an activated vaccine with an adjuvant that's routinely used in many other vaccines with a documented good safety profile, including pregnancy. So, the effectiveness of Sinopharm Sinovac corona vaccine is expected to be comparable to that observed in non-pregnant women of similar age. Take home message. Next, please. Inactivated recombinant subunit polysaccharide and conjugate vaccines, as well as the toxoids, pose no risk for the mothers who are breastfeeding or for their infants. This is a very important statement. Next, please. In pregnancy, the risk of severe COVID-19 complications is much higher than in people of the same age who are not pregnant. Data from UK found that 1 in 4 pregnant women hospitalized with COVID-19 had pneumonia, and 1 in 5 required support with breathing. Older mothers to be and those with other health conditions such as kidney disease, diabetes, or obesity are at even higher risk from COVID-19. The recommendations to be vaccinated aligns with those in other countries and is based on international evidence from a large number of people who have already received mRNA COVID vaccines when pregnant. So no additional safety concerns have been shown. There is also increasing evidence that antibodies made by the mother after vaccination are shared with her infant. الجدول ده الحقيقة حلو. ليه ضاع الجدول ده؟ ده الجدول ده مهم قوي عشان انتم ده جدول بيبين عدد الناس اللي اتطعموا في جمهورية مصر العربية. التارجت بتاعنا كان السنة دي المفروض نوصل اخر السنة الى 40 مليون. احنا التارجت بتاعنا عملنا 6.6 مليون بس بنسبة 6.5%. يعني محتاجين الى لانه ده احجام من الشعب لازم نفهمهم. ده كان هدف محاضرتنا. Next please. دي الريفرنسز كلها مهمه قوي من CDC الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك WHO الامريكان كوليدج اوف اوبستريشن اند جاينيكولوجيز. Next please. Be wise and immunize. Don't wait, vaccinate, so be wise and immunize, Danny. Thank you. Thank you.
انا احنا قصدنا احنا الثلاثه الحقيقه. بشكرك يا دكتوره امل على هذا العرض الجميل، اشكرك يا دكتور اسامه، وانا بنحني وارفع القبعه لان انا دخلت في رهان بيني وبين نفسي وبيني ومع الدكتور اسامه ان انا هقلبه من نيورولوجيست الى فاكسينيشن، ها، ونجحت نجاحا باهرا. وبدات حاليا مع واحده كمان اسبوعين هوصلها ان شاء الله للمستوى. الهدف هدف مش انتم مش متصورينه. الواحد مش هيعيش مهما عشت، حتى بعد شويه مش هقدر اقول. فانا عايز حد يتكلم ويفتكر عمر عباس. شكرا جزيلا. شكرا جدا حقيقي، يعني زي ما توقعت انها تبقى كونسرت كده ظريف نستمتع بيه. واشكرك جدا على الفاكسينيشن مع الكوفيد. ان شاء الله الاثنين الجاي هيطلع الفيرجن الرابع للبروتوكول ايجيبشن بروتوكول فور كوفيد مانجمنت، وهيبقى انكلودنج فاكسينيشن ديورنج بريست فيدينج اند ديورنج بريجننسي. وفعلا الريكومنديشن دي مهمه جدا، والسيفت بروفايل الفاكسين احنا كنا خالفين. انا واحد من الناس كنت ضدها جدا وخايف منها عشان الداتا في ديسمبر اللي فات، لكن من فبراير لازم نرفع القبعه للشركات اللي اعلنت السيفت بروفايل بتاعتها والداتا بتاعتها، واحنا في امان ان احنا لازم ناخد فاكسين ولازم ننشر الوعي بتاع الفاكسينيشن. شكرا جدا جدا ليكم استاذ دكتور عمرو عباس والدكتور اسامه والدكتورة امل، وسعدت انا جدا جدا بالمحاضره دي. شكرا. شكرا جزيلا على الدعوه الكريمه اخي العزيز الأستاذ الدكتور. الأستاذ الدكتور أسامة حسين، شكرا يا حبيبي.